تابعيني الأعزاء، أهلا بكم بهذا الفيديو واللي راح يكون عن جهاز سألكم عنه بالمنتدى قبل أيام، وللأسف إنه ما حد قدر يعرف شنو هو هذا الجهاز. الجهاز اللي راح أتحدث عنه بهذا الفيديو هو البوكو M3 Pro 5G. طبعا غلس على 5G لأن حبيبي والله أنت بالعراق. بهذا الفيديو إن شاء الله راح أتكلم على كل التفاصيل الخاصة بهذا الجهاز أكيد بعد الاستخدام. إذا كنت تحب تعرف كل التفاصيل تابع الفيديو للنهاية وإن شاء الله تستفاد. بداية بسعر الجهاز، سعر هذا الجهاز هو $204، تقريبا يطلع 310,000 دينار عراقي، ومتوفر عند أصدقائي مركز الجامعة سنتر. كل تفاصيل الاتصال بالإضافة إلى موقعهم وأرقامهم راح تكون موجودة بصندوق الوصف، تواصل وياهم وما يقصرون وياك. نبدأ مع التصميم أو الشكل الخارجي لهذا الهاتف. طبعا كمواد تصنيع فهو مصنوع من البلاستيك سواء كان الجسم أو الإطار، بالكامل الجهاز مصنوع من البلاستيك، ولكن بصراحة شكله جميل جدا جدا، خصوصا هذا اللون اللي عندي واللي اسمه كول بلو، بصراحة لون جدا جميل. ولكن تصميم بشغلة سيئة جدا، واللي هي أنه يأخذ بصمات أو يطبع بصمات على الظهر بشكل سريع جدا، لذلك استخدم الكفر بعد أن تأخذه مباشرة. أما بالنسبة للشاشة، شاشة بحجم 6.5 إنش Full HD Plus، ونوعية الشاشة هي IPS LCD تدعم 90 هرتز، بالإضافة لأنه عندك طبقة حماية من غوريلا جلاس الجيل الثالث، وكثافة البكسلات بكل إنش هي 405 PPI. تجربة استخدام 90 هرتز ومشاهدة المحتوى على هاي الشاشة هي مو تجربة مبهرة لأنها ما تقدم شيء مميز بهاي الفئة السعرية، ولكن بنفس الوقت هي ما تعتبر سيئة. الشاشة ألوانها جميلة ومشبعة، وتقدر تتحكم ببرودة أو حرارة الشاشة على حسب المناسب لاستخدامك. أما بالنسبة للواجهة ونظام التشغيل، نظام التشغيل هو الأندرويد 11 بالإضافة إلى واجهة شاومي الـ MIUI 12. بصراحة بعد تجربتي لهذا الجهاز لمدة أسبوع كامل ما واجهتني أي مشكلة مع هاي الواجهة، والتجربة كانت سلسة جدا. أما بالنسبة للمعالج، فالبوكو M3 Pro يجي مع معالج من ميديا تيك واللي هو الـ Dimensity 700 5G 7 نانومتر معمارية التصنيع. بصراحة معالج يقدم أداء جيد ومستقر، وتجربة الاستخدام مع هذا المعالج راح تكون سلسة ومستقرة، ما راح تواجه مشاكل أثناء انتقال بين تطبيقات أو أثناء استخدام الهاتف بشكل عام. وبالإضافة لأنه عندك خيارين من رام 4 جيجا بايت و 6 جيجا بايت، وسعة تخزين 64 و 128 جيجا بايت. وبالنسبة لتجربة الألعاب بهذا الهاتف، فعلى لعبة مثل PUBG موبايل أو Call of Duty فهذا الهاتف راح ينطيك على إعدادات السلس راح ينطيك 40 فريم، وأما إذا لعبت على إعدادات الـ HD فراح تحصل على 30 فريم. بعد ساعة كاملة من اللعب على هذا الجهاز الأداء كان مستقر وثابت، الحرارة كانت طبيعية، وما واجهت أي دروب فريم أو تقطيعات تذكر أثناء اللعب. لذلك بصراحة بمسألة الألعاب وعلى هاي الإعدادات فما راح تواجه أي مشكلة مع هذا الهاتف، وممكن بالأيام القادمة راح أسوي فيديو منفصل لتجربة الألعاب على هذا الهاتف، ممكن مو أكيد. أما بالنسبة للكاميرات، العدسة الأساسية بهذا الجهاز بدقة 48 ميجا بكسل، فتحت عدسة F1.8. وأول شغلة سلبية أنه هذا الجهاز ما راح يجي مع عدسة ألترا وايد، يعني راح تفقد ميزة التصوير بالزاوية العريضة. الكاميرا الثانية والثالثة للماكرو دبث بدقة 2 ميجا بكسل، فتحت عدسة F2.4. ورأيي بهاي الكاميرات هو نوعا ما سيء إلى مقبول. الصور راح تحصلها من هاي الكاميرا راح تكون بيها حدة، وتشبه الألوان راح يكون جيد، ولكن الجوانب السيئة بهاي الكاميرا، الديناميك رينج سيء جدا بهاي الكاميرا، ومعالجة لون البشرة أو السكين تون غير واقعية. ونفس الكلام بالضبط ينطبق على الكاميرا الأمامية، أيضا صور راح تكون بيها حدة وبيها تشبه ألوان جيد، ولكن السكين تون غير مضبوط والديناميك رينج راح يكون مضروب. تصوير البورتريت أو العزل فراح تحصل على نتائج جيدة والعزل مضبوط. وإمكانية تسجيل فيديو بالكاميرا الأمامية والخلفية هي فول اتش دي مع 30 فريم. أما بالنسبة للبطارية، البطارية تجي بحجم 5000 ملي أمب مع منفذ شاحن من نوع USB-C وبشاحن بالعلبة بقدرة 18 واط. بالتأكيد أول شغلة سلبية هو الشاحن، 18 واط جدا قليلة بالنسبة لبطارية بحجم 5000 ملي أمب، يعني أقل شيء الجهاز راح يحتاج ساعتين وثلاث ساعات حتى يشحن 100%، وهاي الفترة النهائية ما تعتبر قليلة بالنسبة لعام 2021. ولكن أداء البطارية بصراحة ممتاز، راح تحصل على 8 ساعات إلى 9 ساعات سكرين أون تايم أو استخدام متواصل، واللي بصراحة يعتبر رقم جيد بالنسبة لهيك هاتف، يعني البطارية أداء ممتاز ولكن سرعة الشحن سيئة جدا. منفذ السماعات 3.5 ملم موجود مع هذا الجهاز، وبالنسبة للسماعات فهذا الهاتف راح يجي مع مونو سبيكر، سماعة واحدة فقط موجودة بالأسفل، الستيريو سبيكر ما راح يكون متوفر مع هذا الجهاز، ولكن بصراحة وصدقا هاي السماعة تقدم أداء جدا ممتاز، صوتها عالي ونقي. أما بالنسبة للبصمة راح تكون جانبية مدمجة مع زر الطاقة، وبصراحة تقدم أداء جيد، ولكن أيضا نفس المشكلة الأنيميشن مال الشاشة يتأخر إلى أن يفتح الجهاز،
وهذه المشكلة شفتها تتكرر بأكثر من جهاز من شاومي. طبعا الأداء أكيد هو مو سيء جدا، ولكنه مو أسرع شيء. بشكل عام أشوف أداء البصمة جيد. هذه كانت ملخص تجربتي لهذا الهاتف البوكو M3 5G. أتمنى أن كان هذا الفيديو مفيد لكم واستفدتم من عنده. وبالنهاية سعر هذا الجهاز مثل ما قلت هو 204 دولار تقريبا، يطلع 310 ألف دينار عراقي. طبعا هذا الشيء أذكره حتى ما أحد يسألني على أسعار. بالنهاية أتمنى اشتراككم بالقناة وتفعيل الجرس وتخيلك للفيديو وشوف الفيديو للنهاية، لأن أكيد هذا الشيء دعم الفيديو بشكل قوي جدا ويخليكم مقترح الناس آخرين. أشوفكم بالفيديو الجاي، في أمان الله.